السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر محمود إناوي وليسون جديد النهاردة لجريد 4 ليسون 2 في سيم 2. هنتكلم النهاردة عن online dangers and how to be safe. النهاردة درس بيتكلم عن إزاي نكون على الإنترنت، ايه هي المخاطر اللي ممكن تقابلنا اونلاين، وازاي ان احنا نكون سيف واحنا على الانترنت. تمام، بما اننا هنتكلم النهاردة عن الاونلاين والانترنت، فاحنا طبعا عارفين ان احنا واحنا على الانترنت بنقدر نعمل ايه؟ كوميونيكيت، نقدر ان احنا نتواصل. تمام، يبقى انا هتكلم عن الاونلاين كوميونيكيشن، هتكلم عن ان انا ازاي اتواصل عن طريق الانترنت. طيب احنا قلنا قبل كده لو انا على الانترنت وعايز اتواصل عن طريق الانترنت، تمام، لازم استخدم جهاز معين. طيب اقدر ازاي ادخل على الانترنت واعمل كوميونيكيشن؟ ان انا استخدم الكمبيوتر بتاعي او استخدم التابلت او استخدم اي جهاز الكتروني. تمام، يبقى استخدم الكمبيوتر او السمارت فون او التابلت. تمام، يبقى there are many ways to communicate online using devices such as computers, phones and tablets. يبقى علشان اقدر ادخل على الانترنت واقدر اعمل كوميونيكيت مع اصدقائي او مع الناس، لازم ادخل عن طريق ايه؟ ديفايس. ديفايس ده جهاز زي ايه؟ كمبيوتر والفونز والتابلتس. طيب يا مستر، انا دخلت على الانترنت وعايز اتواصل مع حد من اصدقائي او اتواصل مع اي حد، طيب هتواصل معه ازاي؟ ممكن ان انا ابعت له رسالة، هبعت له مسج. فبيبول، هقول بيبول may use instant messages, email, direct messages and message forms to communicate. طيب احنا دلوقتي قلنا مسج دي اكتر من مرة، قلنا instant message وقلنا direct message وقلنا message forms. طب الايميل احنا عارفينه ان احنا بنبعت ايميل لحد، طب ايه بقى الانستنت مسج والدايركت مسج ومسج فورمز يا مستر؟ طيب الانستنت مسج دي عاملة زي الرسائل اللي انت بتدخل تبعتها لحد من صحابك فبتوصله على طول، يعني انت اول ما بتكتب الرسالة بتاعتك وتبعتها تعمل سند، فصاحبك على طول او زميلك ده يشوف الرسالة على طول اول ما تخرج من عندك او اول ما انت تبعتها توصله على طول، فاسمها ايه؟ انستنت مسج، واختصارها ايه؟ IM. طيب دي زي ايه؟ زي الرسائل اللي احنا بنبعتها على بلاتفورمز زي ايه؟ الواتساب والفيسبوك ماسنجر وبرنامج اسمه سكايب. يبقى انستنت مسجز اللي هي الاي ام allows real time chat and it's used for quick conversation، يعني محادثة سريعة. Some IM platforms، يعني المنصات اللي فيها الانستنت مسج، include زي ايه؟ واتساب وفيسبوك ماسنجر اند سكايب. عندي حاجة تانية اسمها الدايركت مسجز اللي هي الدي ام، اختصارها دي ام، والدايركت مسج دي بتبقى رسالة خاصة انت بتبعتها عن طريق السوشيال ميديا زي تويتر وانستجرام والفيسبوك. تمام، يبقى الدايركت مسجز او اختصارها الدي ام دي عباره عن ايه؟ برايفت مسج سنت ثرو سوشيال ميديا بلاتفورمز زي ايه؟ ساتش اس تويتر وانستجرام والفيسبوك. الايميل احنا عارفينه طبعا ان الايميل دي عباره عن ايه؟ فورمال كوميونيكيشن، عباره عن ايه؟
تواصل ايه فورمال، يعني ايه يعني رسمي. يبقى ايميل allows sending and receiving، ان انت تبعت وتستقبل messages رسائل. It's more formal communication، يعني دي طريقة ايه بتكون رسمية اكتر للتواصل. اخر حاجة معايا اسمها message forms، ودي بتبقى بالعربي كده اسمها ايه منتديات. المنتديات دي بتبقى عبارة عن ويب سايت بتقدر تدخل تكتب عليه رسالة، فالناس تدخل ترد عليك في موضوع معين وتبدأ تتناقش معاهم في الموضوع ده. يبقى المسج فورمز ار اونلاين ديسكشن، يبقى مناقشة ايه اونلاين على بعض البرامج ديسكشن سايتس اللي هي برامج ايه مناقشات، where people can post and reply messages in forums. بتبدأ ان هم ايه يبدأوا يكتبوا ويعملوا ايه بوستس ويردوا على بعض في الفورمز دي او المنتديات دي، عشان يبقى في ايه discussions او مناقشة، يعني بنتناقش على موضوع معين او بنتكلم عن موضوع معين. طيب انا عايزك وانت عايزين يا ولاد ناخد بالنا من حاجة، وانت على الانترنت وانت فاتح الانترنت بتاعك لازم تكون ايه، تكون حذر. بي كيرفول. بي كيرفول ليه لازم اخد بالي وانا موجود على الانترنت؟ وانت على الانترنت ممكن اي حد يدخل يكلمك يبقى عايز يعمل ايه، ستيل your personal information، يسرق بياناتك او معلوماتك الشخصية. يبقى be careful، some people communicate online to be unkind or steal your personal information. يعني ممكن حد على الانترنت يضايقك او يحاول ان هو يسرق معلوماتك الشخصية. معلوماتك الشخصية دي او personal information دي عبارة عن اسمك وعنوانك، تمام، واسم مدرستك ورقم تليفونك وتاريخ ميلادك وحاجات تانية كتير، اسماء عيلتك. ممكن البيانات بتاعتك او البيرسونال انفورميشن دي بتكون كل الحاجات اللي احنا قلناها دي تعتبر ايه بيرسونال انفورميشن. يبقى البيرسونال انفورميشن includes your name, address, school name, phone number, date of birth, etc. يعني وإلى آخره. تمام، يبقى احنا نخلي بالنا انه احنا موجودين على الانترنت او فاتحين اي ويب سايت على الانترنت ان احنا ما نتكلمش مع حد احنا ما نعرفوش، علشان ما يحاولش ان هو ايه يسرق البيانات بتاعتنا او ان هو يكون ايه يقول لنا كلام يضايقنا او يبقى مش كويس معنا، unkind يبقى غير لطيف. طيب behaving اونلاين، ازاي اتصرف وانا موجود او ازاي اتعامل على الانترنت وانا موجود فاتح الانترنت وانا اونلاين؟ لازم تاخد بالك من حاجة، ان وانت بتتصرف او وانت على الانترنت لازم تتعامل على الانترنت كأنك في الحقيقة، يعني زي ما انت في الحقيقة بتتعامل مع الناس بطريقة كويسة ومحترمة ومؤدب، لازم تكون كده برضو على الانترنت. يبقى behave online، behave online as you would in person، تتعامل مع الناس على الانترنت كأنك شايفهم وجها لوجه، face to face. تمام، لازم تكون دايما لطيف وتكون بتتعامل مع الناس بطريقة كويسة، always be kind and honest، always be kind and honest when communicating with others. لازم تكون لطيف، تتكلم بطريقة كويسة وبتتعامل مع الناس بطريقة كويسة كأنك بالظبط ايه واقف قدام الناس اللي انت بتتعامل معاهم، بس تتعامل معهم كده وانت اونلاين. كمان لازم ناخد بالنا ان احنا be sure you know who you are chatting with. يعني انا ما ادخلش اكلم، لو انا عندي فيسبوك مثلا ما ادخلش اكلم اي حد انا معرفوش، لازم يبقى عندي على الفيسبوك بتاعي او انستجرام بتاعي لازم يبقى عندي كل الناس اللي انا ايه اعرفها شخصيا، يعني انا اكون فعلا عارفهم مش اي حد يبقى عندي على الايه الاكاونت بتاعي. فلما ادخل اتكلم مع حد هبقى متأكد be sure you know who you are chatting with، تبقى عارف ومتأكد انت بتتكلم مع مين.
طيب لو انا على الانترنت ولقيت حد بيكلمني بطريقة مش كويسة او حسيت ان انا خايف منه، اقدر ان انا اعمل ايه؟ اعمل له بلوك. يبقى if someone is unkind، شخص مش لطيف، or makes you feel unsafe، حسسك ان انت بعدم امان يعني خايف، you can block that person، تقدر تعمل له حظر او تعمل له بلوك ان انت تخليه ما يقدرش يوصل لك او يكلمك تاني. لما تعمل لحد بلوك، when you block someone that person can't see your post or contact you، لما تعمل لحد بلوك مش هيقدر ان هو يشوف اي حاجة انت بتكتبها، وما يقدرش كمان يبعت لك اي رسالة. طيب عندي حاجة كمان اسمها الـ unsafe website. يعني ايه unsafe websites؟ تبقى عبارة عن مواقع إلكترونية غير آمنة. طيب يعني ايه يا مستر unsafe websites؟ وانا على الانترنت سواء كنت فاتح مثلا الفيسبوك او عندي واتساب، فمش اي حد يبعت لي اي لينك او رابط الكتروني، لينك يعني رابط الكتروني، ان انا اقوم داخل دايس على اللينك ده وافتح الويب سايت ده على طول. ساعات كتير قوي بيجي لنا رسائل على الويب سايت، الاقي فيه او رسائل على الواتساب الاقي فيه ويب سايت كده او يو ار ال او لينك، تمام، او رابط يعني بالعربي، اللينك ده والاقي مكتوب فوقيه مبروك كسبت مش عارف تليفون، مبروك كسبت مش عارف ايه، ودوس على الرابط ده او دوس على الويب سايت ده عشان تدخل وتستلم الجائزة بتاعتك. اوعى تدوس على اي ويب سايت او اي لينك او رسالة زي دي او تبعتها لحد، لان انت ممكن تدوس على الويب سايت ده فتدخل فيكون الويب سايت ده unsafe، فيبدأ يسرق معلوماتك الشخصية، او يبدأ ان هو يدي لك فيروس معين فيبوظ لك الكمبيوتر بتاعك او يبوظ لك الموبايل اللي انت بتستخدمه. يبقى be careful when clicking on links، خلي بالك وكون حذر لما تدوس على اي رابط الكتروني. don't click on links that you are unsure of، ما تدوس على اي رابط او اي لينك انت مش متأكد منه ده بتاع ايه. if you view an unsafe or inappropriate site، يعني لو انت دخلت على اي ويب سايت مش امن او مش كويس، don't panic، ما تقلقش. اول حاجة تعملها ايه؟ leave the site، اخرج من الويب سايت ده، اقفل الويب سايت ده، and tell your teacher، وقول للتيتشر بتاعك or a family member او لبابا مثلا او لماما، you can help you feel safe، هيقدروا هم ان هم يساعدوك ويخلوك تبقى في امان وما تبقاش خايف من الويب سايت او اللينك اللي انت دخلت عليه. تمام. بعد كده عندي نقطة تانية اسمها sharing data online، ان انا اعمل sharing او اشارك الداتا اونلاين. خلي بالك وانت بتعمل شيرنج للداتا او ان انت بتشارك بعض المعلومات او بتشارك حاجه مع اي حد على الانترنت، ان انت ما تعملش شير او ما تشاركش البيرسونال داتا، ما تشاركش بياناتك الشخصيه. يبقى don't share personal data online without asking your teacher or a family member، يبقى ما تبعتش بياناتك الشخصية لأي حد إلا لما تسأل your teacher أو your family member. طيب لو انت غلطت وعملت شير أو عملت مشاركة للبيرسونال داتا أونلاين بتاعتك، إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يجيلك حاجة اسمها spam messages، وهنعرف دي يعني ايه. طيب يبقى if you share your personal data online you may receive spam messages، يبقى ممكن ان انت يوصلك رسائل بتكون اسمها spam messages، يعني رسائل مزعجة.
طيب ايه الرسائل المزعجة دي؟ انا ممكن اكون شاركت بعض البيانات بتاعتي او شاركت الميل بتاعي او على اي ويب سايت، فهيبدأ يجي لي سبام ميلز. السبام ميلز دي بتبقى عبارة عن رسائل كلها اعلانات، تمام، وبتبقى مزعجة، وممكن كمان ما بتبقاش فيها اعلانات بس، ممكن كمان يبقى فيها ايه، فيروس، فيها فيروس ممكن يبوظ لي الايه الجهاز بتاعي. يبقى بيقول لي سبام ميلز انكلود انوانتد مسجز، يعني عبارة عن رسائل غير مرغوب فيها ورسائل ايه مزعجة. تو ادفرتايز برودكت، بتعلن عن منتجات معينة، او ممكن تكون ايه اور جازر مور انفورميشن فروم يو، عايزه تجمع معلومات اكتر منك، تمام. والمسج دي ذا مسجز ماي اولسو انكلود فيروس، ممكن تكون فيها فيروس فيبوظ لك الايه الجهاز بتاعك. طيب اف ان ايميل انكلود انفاميليار ادرس، يعني لو جات لك رساله فيها عنوان انت مش عارفه او عنوان انت شاكك فيه، او unknown links يعني في لينكات غريبة، اللينك ده اللي هو ايه بيبقى الرابط الالكتروني شكله غريب او انت مش متأكد منه، او كانت الرسالة كلها مكتوبة in capital letters، مكتوبة كلها بحروف كابيتال وكبيرة كده، ده معناه ان الرسالة دي ممكن تكون ايه سبام، يعني ممكن تكون رسائل مزعجة. طيب انا عايزك دايما، او هو بيقول لك على في الليسون بتاعك اني او في الليسون بتاعنا النهارده بيقول لك ان انت دايما لازم تتاكد من حاجه اسمها البرايفسي سيتنج او اعدادات الخصوصيه اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا. تتاكد ان انت مش حاطط بياناتك الشخصيه اللي ما ينفعش ان انت ايه تحطها، علشان مش اي حد يقدر يوصل لمعلوماتك الشخصية. يبقى بيقول لك هنا check your privacy setting on social media sites. Make sure that only your friends and family can view your information. يبقى المعلومات اللي انت حاططها تتأكد ان اسرتك بس واصدقائك اللي انت عارفهم هم اللي يقدروا يشوفوا ايه معلوماتك الشخصية. كمان وانت موجود على الانترنت او فاتح الفيسبوك او فاتح اي سوشيال ميديا، لازم دايما تفكر قبل ما تعمل بوست او تكتب اي حاجة على الانترنت، وخصوصا لو كانت فيديو او صورة. لازم لما تيجي تنزل صورة او تحط صورة على الانترنت او السوشيال ميديا زي الفيسبوك، اسأل نفسك اسئلة، هتقول هل الصورة دي ينفع ان انا احطها، ينفع الناس ان هي تشوفها، لو حطيت فيديو مثلا معين هل ينفع ان انا اعمل شير او احط الفيديو ده الناس تشوفه، هل مش هيضايق حد، هيبقى الفيديو ده ممكن يضايق حد او يخوف حد مثلا. لازم تسأل نفسك الاسئلة دي. يبقى اي حاجة قبل ما نحطها لازم تسأل نفسك هل ينفع ان انا احط الصور دي او الفيديوهات دي ولا لا. يبقى always always think before you post something especially a photo or video. Ask yourself، اسأل نفسك am I sure this photo is appropriate، هل الصورة دي لائقة ان انا احطها على الانترنت. Could this impress or hurt me، يعني هل الصورة دي ممكن تسبب احراج لحد معين او تضايق حد معين. Always think before you post about yourself or other people. كمان لازم تسأل نفسك قبل ما تحط اي بوست او اي حاجة تخصك على الانترنت. بعد كده معايا هنا بنتكلم عن الداونلودينج فايلز، لما اجي اعمل داونلود لفايلز من على الانترنت لازم اخلي بالي قوي وانا لما بدخل على ويب سايت او اي ويب سايت عايز اعمل داونلود لفايل معين او فيديو مثلا او صورة او اغنية او اي حاجة، ان ممكن يكون الويب سايت دوت مش امن، ممكن يكون انسيف، فلما اجي انزل اعمل داونلود للفايلز دي ممكن يكون فيها فيروس، فالفيروس ده ممكن يبوظ للجهاز،
ممكن يدخل الفيروس ده ياخد البيرسونال انفورميشنز بتاعتك ويسرقك. لو في مثلا عندك فلوس في البنك او كده ممكن ياخدها، تمام، ويسرقك وياخد بياناتك الشخصية. كمان يعني تعال نقول الجملتين دول كده مع بعض. بيقول لك think carefully before downloading files، قبل ما تعمل داونلود لاي فايلز لازم ان انت تتاكد منها، لان some files have virus، ممكن يكون بعض الفايلز اللي انت بتنزلها او تعمل لها داونلود فيها ايه، فيها فيروس. طب الفيروس ده ممكن يعمل ايه؟ كان دامج، ممكن يدمر لك الجهاز بتاعك your computer or be used to track your information، يقدر يوصل لمعلوماتك بتاعتك ويسرقها. check the website before you download a file، اتأكد من الويب سايت اللي انت دخلت عليه قبل ما تعمل داونلود للفايل. is it a trusted site، هل الويب سايت ده trusted، موثوق؟ if you are not sure، لو انت مش متأكد، you shouldn't download a file from it، لو انت مش متأكد من الويب سايت مفروض ان انت ما تعملش داونلود لأي فايل موجود على الويب سايت ده، طالما انت شايف ان هو ايه، مش آمن، يعني مش trusted. when you are using the internet، لما تيجي تستخدم الانترنت، you might want to download a file، زي ما قلنا ممكن تبقى انت عايز تعمل داونلود لصورة او لعبة او اغنية او اي حاجة من على الانترنت. طيب if you download a file، لو انت عملت داونلود للفايل ده، it will be saved on your computer، هينزل على الكمبيوتر بتاعك. so لذلك او that you can look at it later without being connected to the internet، يعني وانت على الانترنت وعايز تعمل داونلود لفايل معين انت بتدخل تعمل له داونلود، فبينزل بيتعمل ايه، saved on your computer، بيتم ايه، حفظه على الكمبيوتر بتاعك، فتقدر بعد كده ترجع له تاني او ان انت تستخدم الفايل ده، سواء كان اغنية بقى او كان دوكيمنت معين او كان لعبة او كده، تقدر ترجع له تاني وتفتح الفايل اللي انت عملت له داونلود ده من غير حتى ما تكون ايه فاتح الانترنت. بعد كده عندي هنا اكسرسايز صغير بيقول لي تيست يور سيلف، ممكن ده نبقى نحله علشان نتأكد نكون فهمنا الدرس صح وكويس ولا لا. بكده بنكون خلصنا النهارده ليسون 2 اللي كان بيتكلم عن الكوميونيكيشن وبيتكلم عن الدينجرز، الاخطار اللي ممكن تقابلنا واحنا موجودين على الانترنت، وازاي ان احنا نحمي نفسنا واحنا اونلاين. بكده بنكون خلصنا ليسون 2. شكرا جزيلا، كان معاكم مستر محمود إناوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.